شيراز العتيري وزير الشؤون الثقافية، مرحبا بك في نوات. عايشك، ميرسي بور لانفيتاسيون. اليوم أزمة الكوفيد 19 متواصلة ارتداداتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية زادة، خاصة على العاملين في الحقل الثقافي. كنتوا عملتوا الفون رولانس كولتور اسمه، مساعدة القطاع الثقافي على تجاوز الأزمة هذه ومخلفاتها. شنو تقييمكم اليوم للمراحل الأولى من العمل على الفون رولانس كولتور؟ هو أزمة الكوفيد هي أزمة يقول عمره ما شهد القطاع الثقافي أزمة من نوعية، خاطر فما توقف نغيت توتال الاكتيفيتي كولتورال على كل المستويات، معناتها من مؤسسات الفاعلين في الحقل الثقافي، الكل فنانين متدخلين بصفة عامة. كانت وزارة الثقافة هي أول وزارة الحقيقة اللي عملت عطات اون ريبونس سيكتوريال، معناتها كان رد عاجل وقلنا نعملوا ان فون اللي هو باش يخدم على مراحل ثلاثة مراحل. كانت المرحلة الأولى باش تكون مرحلة معناتها مساندة للأشخاص، معناتها بيرسون فيزيك، مساندة لتحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي، على خاطر نعرفوا احنا هشاشة معناتها هشاشة القطاع، خاصة وقت اللي يتوقف العمل. فما أكثر من 700 إيفينمون ما صارش في البيريود هذيك. كانت المنح هذية تعطات منح ظرفية وكانت فيها مشروطة، معناتها فما لجنة مش كما فرد إسبري متاع وزارة الشؤون الاجتماعية اللي عطاتهم بصفة آلية. كانت هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرافقة الشركات اللي هما من قاعة سينما، دور ثقافة خاصة، مسارح. والمرحلة الثالثة هي اللي باش تكون مرحلة الدفع، مرحلة الانتعاش اللي باش نبدأ فيها توا، اللي هي باش تكون على برامج، على تجب تكون حتى على إعادة هيكلة متاع شركة. معناتها احنا عنا قاعدين نخمو في بلوزيغ فورما، تنجم تكون على برنامج كما تنجم تكون على ستركتوريل، معناتها شركة فرصة لها. والتقييم اليوم؟ اليوم التقييم فما معناتها أنا راضية على الحوكمة نتاعها، وخاصة معناتها تعمل بحوكمة جديدة بشفافية جديدة. فما عبيد غاضبين وهذا يا مشروع، على خاطر احنا ما عندناش الامكانيات باش نعطيو بصفه اليه للفنانين الكل ولا للمؤسسات الكل. مؤسسات يمكن ما مش برشا معناتها، اما بالنسبه للمدخلين كاشخاص ما كناش منعنا. شنو هي المعايير الحاسمه في هذه؟ هي اللي هما عملوا سورت سكورينغ. كانت الاولويه مثلا للي هما عندهم عائلات متزوجين عندهم صغار، فما زاد انتسابوا للقطاع، خاطر اذا كان باش ناخذوا كان لا كارت بروفيسيونيل مثلا كم كريتير، مثلا نعطيك في قطاع الموسيقى عندك 18000، معناتها اللي هو ما عنديش الامكانيات اللي في الصندوق باش تكون مساعده ظرفيه اليه. لو كان القطاع معناتها كانت راهو لي كريتير كانوا اساسا مشينا على اجتماعيه، معناتها الوضعيات الاجتماعيه، فما عبيد مرضى، فما عبيد زاد في شبه روتريت ما عندوش جرايه. وعملنا اولويات، وخاصه زاد الانتساب ومعناتها وشنو تدخله في القطاع. جي لامبريسيون، سامحني هنا سيدة الوزيرة، جي لامبريسيون اللي البرنامج هذا كان ينجم يكون برنامج بتاع وزارة الشؤون الاجتماعية، بحكمه ما ياخذ بعين الاعتبار معطيات متعلقة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وما ياخذش بعين الاعتبار أو مش من أولوياته الإنتاجية متاع الفنان هذاك، جودتها، مدى إشعاعها، مدى قبولها. كان من كما قلت لك الانتساب كيفاش قيمناه، انتاجاته، إشعاعه، شنو أعطاه، خاطر زاد سي أوسي إن فورم دو مش ريكونيسونس، معناتها فما فنانين الكل ما تنجمش تحطهم الكل على نفس المستوى، معناتها دونك فما عبيد عطات لهالقطاع هذا. واليوم فما أزمة
اول واحد مسته ينجم يكون الفنان هذاك. دونك المشكله علاش ما كانش تكون عند وزاره الشؤون الاجتماعيه؟ وهوني نرجعوا للبيبان اللي تحلوا بازمه الكوفيد، مو هذول محلولين من قبل، من اليوم ولاو اولويات. مثلا وزاره الشؤون الاجتماعيه اعتمدت الانخراط، ما عندك كرني اصفر كرني ابيض، معناتها الانخراط في صندوق ضمان الاجتماعي. اليوم اللي هو الواقع اللي الفنانين المتدخلين في القطاع ما همش معناتها نسبه كبيره برشا منهم ماهيش منخرطه في النظام الصندوق الاجتماعي، وهذا عندي انا من الاولويات اللي من كرامه الفنان تبدا، اللي هو لازم تكون عنده منظومه تاع تغطيه اجتماعيه تليق زادة بقيمة الفنان. خاطر احنا توا المنظومة اللي موجودة وقاعدين نحضروا في مشروع تنقيح قانون لمنظومة نرجع شوية أخرى لكرامة الفنان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. لكن في المقاربة هذه فما طرف آخر مهم جدا في العملية هذه اللي هو المواطن وحقه في الثقافة. كيفاش الإجراءات اللي قمتوا بها والفون غولانس كولتور يسمحوا باش الحق في الثقافة يكون مضمون للمواطن حتى في مرحلة أزمة كما هذه؟ هو اللي لاكسي على كلتور في الأزمة هذيك حقه للنفاذ معناتها لأي مضمون ثقافي ديجيتال سناك هو لو فيكتور اللي شفتوا اللي كل شيء ولا اكسي ليب حتى الانترناسيونال. احنا كنا دعمنا كل مبادرات اللي هي تعطي معناتها تعطي الحق هذايا. ما اون افي با دوتر سوليوشن كو لي مبادرات الرقميه. ديجيتال مهم لكن نحسوا اللي وسائل الاعلام منها وسائل الاعلام فما مشروع اخر اللي هو حقه في المواطن. خاطر سامحني قصيت عليك، خاطر الديجيتال اللي هو الناس كل حكيت والديجيتال وشوف كيفاش لا كولتور سي ليبيري وسي افيك لو ديجيتال يا يو دي كونتوني. المشكل اللي في تونس ما عندكش، فما بلايص في البلاد ما فيهمش انترنت. علاش مثلا ما نجمش؟ معناتها فما ماهيش عادله نوعا ما كيف تقول. خاصة اللي يبداو عندهم انترنت يبدا عندهم بطبيعتهم مدخل معين للمنتوجات الثقافيه، لكن الاخرين معناها يفيف اون دوبل لا دوبل بان. كانت وقتها عملنا شراكه مع التلفزه الوطنيه في الوطنيه 2 وعملنا مشروع شوف لي فن اللي هو من 9 لنص الليل، ومعناتها ويافي سيليكسيون افلام مسرحيات سبيكتاكل دو ميوزيك اوبيرا دانس، وهو الدوبل اوبجيكتيف هوني ندعموا لاكسي على كولتور للي قاعد في داره اون كونفينمون وما عندوش انترنت وما عندوش اكسي للكونتوني ديجيتال، زاده فرصه زاده للمنتوجات الثقافيه هذيك الكل اللي نحن نخلصوا فيهم معناتها لي دروات سيت اون كوموند بيبليك. معناتها البرودكتور كي باش يعطي فيلم نخلصوا يخلص على لو دروا دو ديفيزيون. معناتها كانت فرصه هوني ايكونوميك اي سوسيال على فوا. وهذا المشروع باش يتواصل باش ناخذوا بعد توا من 6 لنص الليل، والهدف اللي في 2021 تكون فما قناة ثقافية